سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر، سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاطمأن قلبه لسبحان الله والحمد لله، سلاما على من قرأ فإن مع العسر يسر فأيقن أن يسر الله آت لا محالة، سلاما على من قرأ فإني قريب فقال خيرا يا رب. أعزائي المشاهدين، بجدد اللقاء بيكم كالعادة مرة تانية في فقرتنا التانية من برنامجكم آخر الأسبوع، بروباجندا الأسبوع. الأسبوع اللي فات كان معانا أحداث كتير جدا قلبت المنصات السوشيال ميديا، أو كان في حديث كبير جدا عليها سواء من قبل طلاب الجامعات أو من قبل أولياء الأمور لطلاب الجامعات، وده لأن الأمر كان يخص التعليم. في قرار أصدر على الطلاب الراسبين في الجامعة أن هيتم تغريم الطلبة من 10% ل 15% من قيمة التكلفة اللي بتتم الدولة صرفها عليهم لتغريم للطلبة الراسبين، بتصل التكلفة دي ل 12,000 جنيه. كلام كتير جدا تم تداوله على السوشيال ميديا سواء من الناس المعترضة وشايفة ان ده هيكون يعني نفقة كبيرة جدا على الطلبة اللي هم اصلا في جامعات حكومية، على النقيض برضو كان في ناس شايفة ان ده قرار كويس جدا وان هو بيحفز الطالب على ان هو يكون افضل في دراسته. معانا فيديو، الفيديو ده بيعرض لينا رأي بعض الطلبة من مختلف جامعات مصر، تعالوا نشوف الفيديو. لو جينا نبص على الطالب اللي ما عندهوش سبب مقبول او عذر مقبول، فايه هو سببه؟ سبب اللي عنده ان هو دي قدراته الخاصة على التحصيل، فهو يعني مهما عمل عمره اصلا ما هيقدر ان هو يرفع من قدراته، هي قدراته كده. فهو يعني مش شايفه ان احنا المفروض نحاسب حد مثلا على قدراته الخاصه ان هي مثلا قليله شويه، او قدراته على التحصيل مش كبيره. يعني طالب ظروفه المادية صعبة ولازم يشتغل عشان يصرف على نفسه، طبيعي محصوله الدراسي انه يقل، بتعاقبه علشان خاطر بيصرف على نفسه ومراحش يسرق؟ قس على ذلك مفيش اي طالب ولا ولي امر هيكون مؤيد لقرار زي ده. انا شايفة الموضوع مش كويس بنسبة كبيرة، وليه ما يشجعوناش على النجاح بدل ما يخوفونا من الفشل؟ لازم نكون عارفين ان الغرامة دي اللي بيدفعها ولي امر الطالب مش الطالب، يعني اولياء الامور هم اللي بيدفعوا مش الطلبة. ده هيسبب لنا ضغط نفسي كبير قبل المادة، يعني لو بصينا هيبقى فيه ضغط عشان المادة ممكن تكون صعبة، ضغط عشان الدكتور ده اصلا صعب واسئلته بتكون غير مباشرة، لا ده فيه توتر تاني عشان فيه رسوم اضافية، لو فيه رسوب او اي حاجة من الحاجات ديت ده هيسبب لنا طبعا ضغط كبير قوي. فنفكر احنا، انا مش ضد الفكرة ابدا، بس احنا محتاجين نعيد التفكير فيها لان هي بصراحة فيها جوانب سلبية كتير اكتر من الجوانب الايجابية. دي كانت آراء لبعض الطلبة من جامعات مصر المختلفة، وده بيبين يعني اعتراضهم أو عدم حبهم الكبير للقرار أو الاعتراض أكتر من الموافقة. لكن برضو دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي عقب على القرار ده في مكالمة تليفونية لأحد البرامج التلفزيونية، قال إن بداية الطالب اللي مش هيقدر أو إن مش هيستطيع إنه يدفع تكلفة التكلفة دي أو المبلغ ده، فالطالب ده من يعني هيكون ليه الحق إن الجامعة اللي هو ينتمي ليها أو الكلية اللي هو بينتمي ليها إن هي تعفيه من المصاريف دي أو إن هي تقللها عليه حسب ما هي تشوف ظروفه. كمان دكتور حسام عبد الغفار أكد إن الرسوم اللي هيتم تحصيلها دي هتدخل في يعني الارتقاء بمستوى التعليم في الجامعات، وطبعا ده واضح جدا في الفترة الأخيرة في القرارات التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم والمنصات اللي بنشوفها داخل الجامعة، وتطور كبير جدا ملحوظ في المنظومة التعليمية تحديدا الفترة اللي فاتت. كمان مش بس يعني كان ده الخبر المتداول أو كان ده الترند المتداول على السوشيال ميديا الأسبوع اللي فات،
كمان كان في حاجة بقى يعني بره الصندوق زي ما بيقولوا، دايما احنا متعودين ان حقوق المرأة، الناس بتدافع عن حقوق المرأة، برامج خاصة كمان بالمرأة بقت بتطلع تقول ازاي الست تقدر تدافع عن نفسها، تقدر تاخد حقها. القانون نفسه في صالح المرأة بشكل كبير جدا، ضد اي عنف او اي إساءة بتتعرض ليها الست من الراجل ايا كان العلاقة اللي بتربطهم بيه. المختلف بقى ان في ترند ظهر على السوشيال ميديا الاسبوع اللي فات، الترند ده لكاتبة اسمها فاطمة الزهراء. فاطمة بتعمل عكس اللي بيتقال ده تماما، بتقول طيب فين حق بقى الرجالة دي، او فين حق الرجالة بقى على الستات زي ما في حق للستات على الرجالة. عاملة فيديوهات بتقدم فيها نصايح للستات بشكل لايت جدا وبشكل كوميدي. تعالوا نشوف جزء من الفيديوهات دي ونرجع تاني. الليمونة، الحاجات الجميلة اللي ممكن تخلي الأكلة حلوة وطعمها أمر. بصي بقى يا ست الكل، ورقة وقلم كده واكتبي ورايا. الراجل دايما بيحب اللي هو يبقى صاحب القرار وصاحب الاختيار، يعني انت ما تقولوش حاجة واحدة، لا انت تديله اوبشنز هو يختار، والحاجة اللي انت عاوزاها حطيها له في النص بس بطريقة، يعني دخليها له في النص بطريقه. ليه بقى؟ هو ممكن يختارها. طب مش يمكن يختارها؟ والله طب ما نفكر، طب ما هو يمكن يختارها. طب يعني ولو هو اختارها هيبقى مقدم عليها اكتر اكتر من انت تقول انا عايزها كذا، فاهمه ازاي؟ فدي نقطه مهمه جدا. والراجل كمان بيحب جدا ان هو يبقى براحتك يا حبيبي، يعني فاهمه اللي هو ايه؟ طب انا نازل مثلا على القهوه، طب ماشي اوكي اتبسط قشطه مفيش مشكله خالص، مش كل شويه نتصل بيه في التليفون وانت فين واتاخرت ليه والقهوه بقى هتشطب عليك وانت قاعد، مش لازم ما هو مش احسن يعني، ما احسن بيبقى قاعد مع بنات، فاهمه ازاي؟ يعني قاعد على القهوه مع حبه ملاطيش قاعدين معاه بيلعبوا دور كوتشينه دور طاوله دور نيل على دماغهم وخلاص، مش قصه مش مسافر، فاهمه ازاي؟ فهو مش هيتسقط على القهوه يعني، فاهمه؟ فانت اديله مساحه شخصيه، يعني لازم يكون عنده البيرسونال سبيس بتاعه اللي يحس بيه اللي هو ام فري. الراجل الفكره بتاعت الارتباط عنده على فكره فكره سخيفه جدا جدا، وما بيحبهاش، هو بيخاف وبيترب وبيبص وراه كتير، هو كائن بوهيمي بيعمل اللي عاوزه وقت ما هو يقرر. ده كان جزء من الفيديوهات او طريقه الفيديوهات اللي بتعرضها فاطمه الزهراء على المنصات السوشيال ميديا. معانا على الفيديو كول عبر سكايبي فاطمه. صباح الخير يا فاطمه، كلمينا عن القصه، يعني ايه الفكره؟ يعني ست بتدافع عن حقوق الرجاله وده لاول مره يحصل، كلمينا فاطمه عن الموضوع. وبقت الناس كلها موجوده، اغلبيتها طبعا نسبه الطلاق وصلت حوالي 60%، يعني من بين كل 10 في 6 بيتطلقوا. طب انا جيت فكرت بطريقه ثانيه، يعني كل الناس بتطلع في التلفزيون تقول لك انت احلى انت اجمل انت اقوى، طب يعني طب ما نيجي نفكر بطريقه عكسيه او بطريقه مختلفه، الا وهي ازاي نخلي الراجل مبسوط والست كمان مبسوطه. كل القنوات كانت بتتكلم على حقوق الراجل، اكسكيوز مي، على حقوق الست، وما كانش حد بيتكلم قوي على حقوق الراجل او ازاي الراجل يكون مبسوط. فانا جيت فكرت ما انا ممكن ادي نصايح اجتماعيه بسيطه بطريقه كوميدي لايت توصل للناس اسرع، ازاي نقدر نخلي الراجل ده مبسوط، لان هو لو مبسوط نفسيا في البيت ده هيخليه مبسوط اكتر في شغله، يقدر ينتج اكتر ويفيد المجتمع اكتر بطريقه ايجابيه، ويكون محكمه الاسره ملهاش وجود ان شاء الله. ان شاء الله يعني نتمنى نسبه الطلاق تقل عن كده بكتير، وده اللي خلاني اعمل الفيديوهات ديت. طيب فاطمه كلمينا عن الكتاب بتاعك الجديد اللي نازل معرض الكتاب، وكمان الكتاب القديم اللي كان نازل معرض الكتاب. بالنسبه للكتاب انا كتبت كتاب ابو شنب الاول، ده نزل في معرض الكتاب 2020، وان شاء الله باذن الله هيكون في معرض الكتاب 2021 ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله هيكون موجود الكتاب الثاني بتاعي اوفر دوز، ده بيتكلم عن المخدرات وعن كل حاجه ليها علاقه بالمخدرات، وهيكون فيه في الاخر جزء خيري، ده ما اتعملش قبل كده، وانا هكون اول بنت تكتب في المخدرات. كويس جدا، وده طبعا حاجه يعني تشرفني جدا جدا. انا حبيت ان انا اساعد الناس، فعامله زي جزء اخير، شابتر اخير او جزء اخير بيتكلم على الخير. ايه هو؟ انا دلوقتي بروح ازور مصحات لعلاج الادمان او مراكز تأهيل بمعنى اصح، باخد منهم اوفرز ان هم يعالجوني ناس ببلاش. اي حد هيروح بكتاب اوفر دوز من غير المقتدرين يقدر يتعالج ببلاش، لو هو نفسه يبطل الادمان دوت ومش عارف يخرج من الدايره المغلقه ديت يقدر يتعالج ببلاش في المصحات اللي هتكون موجوده في الكتاب. تمام. دي هتكون حاجة غير مدفوعة تماما، ولا مني ولا منهم، هم بيعملوا عروض ليا علشان انا اعمل لهم في المقابل ترويج مثلا الخير اللي هم نفسهم يشاركوا فيه. فطبعا دي هتبقى حاجة كويسة جدا، وانا من منبرك دوت انا بتمنى جدا لو في اي مركز للتأهيل او مصحة لعلاج الادمان نفسها تشارك في عمل الخير، تقدروا تتواصلوا معايا على الصفحة بتاعتي فاطمة الزهراء اوفيشال،
ات فاطمه الزهراء اوفيشال، تمام. سواء بقى على فيسبوك او انستجرام، ابعتوا لي مسج وانا هعمل وانا هاجي لكم لحد عندكم واعرض عليكم الفكره شكرا. كامله، وربنا يقدرنا يا رب على فعل الخير. شكرا ليكي، وشكرا جدا جدا للاتصال. شكرا ليكي يا فاطمه، بالتوفيق سواء كان في الفيديوهات اللي بتدي فيها النصايح او سواء كان في كتابك الجديد، بالتوفيق ليكي باذن الله، فكره عظيمه جدا جدا. اعزائي المشاهدين، مش بس كانت فاطمه اللي يعني كانت بتتكلم عن الرجاله الاسبوع اللي فات، واضح كده ان هو اسبوع ذكوري من الطراز الاول. فالمجلس القومي للمراه اطلق مبادره، المبادره دي سماها لاني رجل. هي المبادره صحيح بتخص الست بس عن طريق الرجل. ازاي يعني؟ لاني رجل هحمي المراه من كل طرق العنف اللي انا ممكن اشوفها، لاني رجل هحمي المراه من التحرش، لاني رجل هساعدها وهدعمها انها توصل لاعلى المناصب في الدوله. المبادره دي كانت عباره عن مرحلتين، لحد دلوقتي اصبحت في 8 محافظات، من ضمن المحافظات دي اسكندريه والشرقيه ودمياط. ومعانا على التليفون دكتوره بسمه. دكتور كلمينا يا دكتور عن المبادره اللي اطلقتها المجلس القومي للمراه، امتى بدات المبادره وايه كان الهدف منها؟ دكتوره بسمه معانا؟ الو، يعني لحد ما المكالمة تجهز معانا. معانا فيديو، الفيديو ده بيوضح انتشار المبادرة في المحافظات اللي نزلت فيها المجلس القومي للمرأة، وهو الفيديو عبارة عن لافتات مكتوب عليها العلامات أو الإشارات أو الرسائل اللي المجلس القومي للمرأة بيقدمها. هي عبارة عن لافتات، اللافتات دي بتلف المحافظات وبيتصور بيها الشباب في مراكز الشباب أو في الأماكن اللي شبه كده. ومن ضمن كمان الحاجات او الانشطه اللي كان اللي عملتها المبادره دي هي نشاط كروي او دوري كوره على مستوى كل محافظه. المبادره دي كانت المبادره دي المبادره دي المجلس القومي للمراه الحمله، دي الصور اللي احنا اتكلمنا عليها. كمان المبادرة دي كانت بالتنظيم أو بالاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة، وده علشان الدوري اللي بيتم. دي الصور في مختلف محافظات مصر أو في الثمان محافظات اللي احنا اتكلمنا عليهم. المكالمة جهزت معانا؟ تمام، مكالمة جاهزة معانا. معانا دكتور بسمة. صباح الخير يا دكتور. ألو، أيوة يا فندم، معاكي، سامعيني. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور دكتور، كلمينا عن المبادرة، ايه كانت لبنة البداية اللي خلت العضو المجلس القومي للمرأة يطلق المبادرة دي؟ يمكن خليني في البداية بس أكلمك عن الهدف الأساسي اللي قامت عليه المبادرة، وهو عملية دمج الرجال والشباب بصفة عامة، إنهم يكونوا مشاركين أساسيين وداعمين للمرأة، سواء في العمل أو في التعليم أو داخل المنزل أو أي ما يكون. مش بس كده، لا، كمان الشق التاني كان مناهضة العنف بكل أشكاله ضد المرأة، سواء كان ختان أو ذوي قصورات أو اعتداءات جسدية وجنسية بما فيهم التحرش، ده بشكل عام. لكن ده المبادرة قامت بالشكل ده من عام 2017، وكان ده الهدف الأساسي بتاعها بكذا شق، مش بشق واحد. يعني خليني أقول إنه كان في كذا شق للموضوع، ما كانش في شق واحد بس قايم عليه، وده بينبع من إيماننا الكامل بإن الراجل والمرأة
او الست والراجل، هما شقين متكاملين غير متطابقين. فانا ما مظبوط. اقدرش اقول او انادي بس بحقوق المرأة من غير ما يكون انا عندي الشريك الاساسي وهو الرجل غير دكتور متفاهم حضرتك بيها. يعني فكان بالشكل هدفنا ده الاساسي هو عمل تغيير سلوكي كامل للسلوكيات تمام. الخاطئة اللي ممكن تنبع ضد المرأة من الرجل. فاحنا هنا بنقول للرجل لا، انت لانك رجل مطالب بانك تحميها في كذا، بانك تكون جنبها في كذا، بانك تدعمها في كذا، فهنا انا اشركت الرجل في عملية الحفاظ على حقوق المرأة. و حضرتك اصلا رديتي على سؤال متداول جدا على الميديا من وقت انطلاق المبادره، بدا في بعض السيدات بتقول طب ليه لاني رجل، هي ست مستقله تعمل اللي هي مش عاوزاه، سامعاكي كويس، مش سامع حضرتك كويس. يعني هي الست مستقله فهي ليه ما تعملش اللي هي عاوزاه بنفسها بدون دعم من الراجل، لكن حضرتك رديتي على السؤال دلوقتي ان هي لا، هي محتاجه دعم من الشق الاخر وهو الراجل، اللي هما شقين متجانسين جدا في المجتمع. أنا مش سامعاكي، مش سامعة، طيب مش هو الصوت الواضح مش واضح. الواضح ان في مشكله في الاتصال، فشكرا ليكي يا دكتور على التوضيح، وشكرا لكل اعزائنا المشاهدين، وبكده تكون انتهت فقرتنا بروباجندا الاسبوع، وهنطلع فاصل وميعادكم مع الفقره الرياضيه مع زميلي محمد عبد السلام.